برامج تنموية جد هامة هنا في الإقليم ديال شفشاون. أولا القطاع الصيد ديال البحري وواحد السوق اللي غادي يمكن 49 البائع ديال السمك باش يمكن يتمكنوا في حالة جيدة لوصل الزبناء ديالو يعني المنتوجات السمكية. كذلك فيما يخص التنمية القروية احنا شفنا البرامج الكبرى اللي الحمد لله صاحب الجلالة سهر عليها في البرنامج ديال المحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، واللي الجهة ديال طنجة لحد الساعة من 2017 ل 2021 كاين استثمار ديال 4 مليار و500 مليون ديال الدرهم، 750 مشروع تقريبا، فيها 450 مشروع اللي هي انجزت والباقي في طور انجاز. واليوم شفنا بعدنا واحد النموذج ديال الطريق ديال 8 كيلومتر اللي غادي تزاد على 7 ديال الكيلومتر اخرى اللي كاينه، وكذلك قنطرة اللي غادي يدوز فيها القادوس ديال الماء، ولكن كذلك غادي تعود بالنفع للساكنه بحيث الطريقه غادي تعاود ترجع للمحل ديالها. وبرامج تنمويه اللي كتشوفوا اللي كتهم القطاع الفلاحي اللي هو الزرع ديال الافوكا بهاد الامطار ديال الخير اللي كاينه هنا اليوم في المنطقه، واللي 600 هكتار اللي غادي يكون فيها البيريمتر ايريغي بالغوت ا غوت ان شاء الله، وغادي تغرس كلها بالافوكا اللي عنده واحد القيمه مضافه جد كبيره، ومشروع هو تقريبا 120 مليون ديال الدرهم اللي تعطات الانطلاقه ديالو اليوم اللي بدا الغرس في هذه المنطقه.